القادسية يواصل تحضيراته اليومية لملاقاة العربي في ديربي الكرة الكويتية الأربعاء المقبل بالدور التمهيدي لأقل البطولات. ما في شك أن المباراة هذه يعني مهمة. من أول ما طلعت القرار عرفنا أن المنافس راح يكون المباراة الأولى منافس قوي مثل النادي العربي اللي نحترمه. أكيد راح تكون تحضير مباراة نهائية، لأن مباراة نوك أوت خروج المغلوب تختلف عن بطولة ولي العهد. تكلمنا مع اللاعبين في الوقت اللي حسينا أن الدوري حاولنا نقاتل لآخر رمق، لكن من أول ما حسينا أن الدوري خلاص صعب المنافسة عليه أو حسابيا انتهت المنافسة، بدأنا نفكر بالفوز في المباريات الدوري تحضيرا لمباراة العربي. الاستعدادات راح تكون أكيد مختلفة عن المباريات اللي طافت، كون الخصم راح يكون نادي العربي غني عن التعريف. وثاني شيء الاستعدادات، تبي تعرف شلون احنا مستعدين؟ شوف المصابين كلهم أغلبهم ردوا، فإن شاء الله يعني نكون قد الثقة اللي أعطانا إياها الجمهور إن شاء الله يا رب. كتيبة الكرواتي داليبور وبصفوف شبه مكتملة تسعى لتعويض إخفاق الدوري بحصد أقل البطولات لإرضاء الجماهير القدساوية الكبيرة. طموحنا نرضي جمهور القدسية بهالبطولة، حققنا كأس سمو ولي العهد، طلعنا ثالث بالدوري، نبي نختمها مسك، يعني نحقق بطولتين، يعني الحمد لله يكون موسم ناجح في ظل الظروف اللي الأوضاع اللي عيشها النادي وظل الإصابات الكثيرة، نحقق بطولتين هذا شيء أكثر من الممتاز. الند فريق كبير، فريق صعب مثل النادي العربي، يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وعناصر مميزة داخل الملعب. دائما مباريات القادسية والعربي ما تكون سهلة. مساعد البعض يقولنا العربي خصم سهل، كنا من زمان وفايز على القادسية، فمباراة سهلة حق نادي القادسية. للأسف هذا ما يفهم في كرة القدم، إذا العربي ند سهل فهذا ما يفهم شيء في كرة القدم، فالعربي فريق كبير. لقاء الكبيرين سيشهد ليلة وداع الكابتان نهير الشمري صاحب المسيرة الحافلة والعطاء السخي خلال مشواره الكروي مع الأزرق والأصفر. الأصفر وبمعنويات عالية يجهز نفسه لموقعة العربي في ديربي الكبيرين. فواز الصلال لبرنامج الديربي.